السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نواصل هالسلسلة هذه متاع الفيديوهات، نحاول باش يكون قصار على خاطر في الحقيقة عندنا سلسلة كبيرة من الأسئلة، باش نحاول كل مرة نجاوبوا على واحد ولا زوز ولا ثلاثة على حسب الشريط. المهم كما قلنا في الفيديوهات الأخرى اللي الأديان ماشية نحو الإضمحلال، والحقيقة ليس الأديان بمفهوم الأديان وإنما الإيديولوجيات الحاضرة كلها سواء كانت دينية أو سياسية أو غيرها، حسب ما نشوفه اللي ماشية نحو الإضمحلال. قبل البشرية كانت ديما محتاجة إلى فكرة كاملة جاهزة من جميع الجوانب، ثم الناس يتبعوها، والفكرة هذه يكون عندها المسؤولين والمشرفين عليها سواء كانت دينية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا غيرها. هذا الفكر التبعي لاحظوا انه ماشي ينقص سواء في المجال الديني، يعني العباد والناس المعتقدات متاعهم يختاروها وحدهم، ما عادش مجبورين باش ينتميوا للدين الفلاني والا للمذهب الفلاني باش يكونوا على حق. لاحظوا اللادينيين اكثر في الوقت الحاضر، وفي المستقبل سوف يكون اكثر، وهذا شيء طبيعي. نفس الشيء بالنسبة للانتماء للأحزاب، أنا حسب رأيي أن حتى الأحزاب السياسية هي ماشية نحو الإضمحلال. نشوفوا حتى مثلا وقت الانتخابات ولا حاجة باش تنتخب الحزب الفلاني ولا الحزب الفلاني، ولات الانتخابات تقوم أكثر شيء على المستقلين وإلا على أشخاص معينين، يعني لأن الشخص الفلاني ينتمي لذلك الحزب، ليس لأن الحزب هو المهم، وإنما الحزب مجرد على أداة وفرت الإمكانيات باش الشخص ذاك يتم انتخابه. علاش أنا حبيت نجبد على الفكرة هذه؟ خاطر هذه الفكرة ياسر مهمة نشوفها. قبل مش كيما توا، قبل كانوا العباد معناتها اللي يقراو واللي يعرفوا كانوا معناتها قلال، بينما العباد اللي ما يعرفوش واللي ما يقراوش كانوا ياسر، فكانوا ياسر يتبعوا هذوما الاشخاص اللي هما يعتبروا كيما نقولوا احنا القاده الفكري، معناتها القاده فكريا والا القاده في مجال من المجالات. اليوم الوضع تغير، الناس اصبحت تقرا، الانترنت ولا موجود، يعني اي مجال اي مجال تنجم تدخل الانترنت وتبحث عليه وتلقى الفيديوهات عليه وتلقى الدروس عليه المجانية، يعني العلم ولا في متناول الجميع، يعني أبسط الناس يمكن أنهم يتعلموا أي مجال من المجالات العلمية ويتعرفوا عليها. إذن ولا الشخص ما عادش مجبور أنه يتبع فلان ولا يتبع الدين الفلاني ولا يتبع الفكر الفلاني، ينجم ياخذ وجهة نظره وحده ويوصل النتيجة وحده، ما غير مش لازم يتبع معناتها كيما نقولوا احنا جهاز كامل. هذه الفكرة الجديدة اللي قاعدين نلاحظوا فيها في العالم، وحتى في العالم بتاعنا يعني احنا موجود، يعني هذه الاستقلالية الفكرية والاستقلالية معناتها العلمية في البحث أصبحت أكثر. وفي الحقيقة العالم ما يسمى بالعالم الإسلامي بين قوسين العربي، لأنه هو ليس عربي بل مستعرب، لأن العرب إلا في الجزيرة العربية فقط، وفي جنوب الجزيرة العربية حتى الشمال ليس بعرب وإنما مستعربين، ضيعوا مليون فرصة في حياتهم. من اللي جاء محمد
وهذا العالم وهو يضيع في الفرص لكي يلحق بالحضارة ويشارك الإنسانية في حضارتها. في فترة فقط في طيلة هذا التاريخ نتاع 1400 سنة هو ما يسمى بالعصر الذهبي، عندما ابتعد الخلفاء بين قوسين المسلمين على الدين الإسلامي كل البعد، وسمحوا بالحرية وسمحوا بالعلم وسمحوا بالترجمة، وكانت هناك نوعا ما من التسامح بين التيارات الفكرية والتيارات السياسية والتيارات المذهبية وغيرها من التيارات حتى الاجتماعية، وظهر ما يسمى بالعصر الذهبي الإسلامي بين قوسين، وهو اللي يعني يعتبر الشمعة الوحيدة الذي تشتعل مدة 1400 سنة واللي أنقذت شوية ماء الوجه. أما ما قبل العصر الذهبي وما بعد العصر الذهبي لا نرى إلا الظلام والدمار والقتل والذبح. محمد كي نجي نشوفه شنو عمل محمد؟ يعني نعرف واحنا وتجاه محمد كانت معناتها العرب كانت معناتها متطورة، كانت فما حرية، فما حرية دينية، فما حرية تجارية. محمد جاء وجاب قال لك باش يصلح الدين، وجاب ما يسمى بالسلفية الإبراهيمية أو السلفية الآدمية. فهمت؟ يعني كي نشوف محمد هو أول سلفي ديني. توا هذوما سلفيين اللي يدعو للعودة إلى السلف الصالح. يا أخي محمد شنو جاء؟ شنو هو؟ مش قال باش نرجع لدين الإبراهيم وإبراهيم أول المسلمين؟ ومرة معناتها هذا معناتها هو شو يقول؟ يعني القرآن والإسلام. يعني هو جاي يصلح، هو جاي يصلح معناتها كما يقولوا دين إبراهيم ودين آدم. المسلمين الشي يؤمنوا ويؤمنوا إن آدم وتهبط بعد كلام الشجرة ولا التفاحة ولا ما نعرفش عليه شنو كلام، وطردوا معناتها هذا الإله، هبط للأرض، هبط يعني الدين الصحيح. من بعد تم تزوير هذا الدين، يا أخي هذا الإله عاود بعث نبي آخر باش يصلح الدين، بعث نوح. يعني من بعد عاود تزور الدين يا أخي بعث إبراهيم، من بعد عاود تزور الدين يا أخي بعث موسى، يا أخي عاود تزور الدين يا أخي بعث عيسى، يا أخي عاود تزور الدين يا أخي بعث محمد. يعني كي نجي نشوفوا بالمفهوم الإسلامي كل هذم الأنبياء جايين يصلحوا في مسار للعودة للسلف الصالح متاع آدم الأول اللي نزل من ما نعرفش عليه ما فين نزل، فهمت؟ ويرجعوا للسلفية الدينية. يعني في الحقيقة الإنسان على حسب مفهوم الدينية كل ما يجيه رسول من الرسل يحاول باش يخرج من البوتقة هذه متاع التخلف والتبعية ويتحرر ويبتعد على الدين، يجي واحد آخر يعاود يرجعهم للبوتقة هذه، ونفس الشيء وهلما جرى حتى جاء محمد، فهمت؟ وظهر لهم الدين الإسلامي اللي هو الدين الحق وكذا 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 وكذا. ويجيونا توا السلفيين يحبوا يرجعوا بينا الدين الحق. يعني في الحقيقة كي تلاحظوا إن الأنبياء الكل اللي هما من عائلة واحدة ومن أصل واحد وأب عن جد ومتوارثين هالحكاية، يعني ظاهرة الحكاية، يعني لا فما لا إله لا بطيخ، فهمت؟ ظاهرة واضحة، لأن الإله فهمت مش يبعث من عائلة واحدة ومن أب عن جد في منطقة واحدة. إيش بيه ما بعثش في أستراليا؟ إيش بيه ما بعثش في جنوب أفريقيا؟ إيش بيه ما بعثش في الإسكيمو؟ إيش بيه ما بعثش إلا من عائلة واحدة أب عن جد متوارثينها كما توارثوا أي مهنة أخرى. فالنبوة عندهم هي عبارة على صنعة يتوارثوها ويتعلموها. إذن يعني الفكر هذا ما تقول لك محمد هو أول سلفي. نعم أول سلفي، من نجم نقول أول سلفي، مش أول سلفي، أول سلفي ديني يعني على حسب الحال. حتى موسى نجم نقول موسى سلفي حب يرجع لأصل إبراهيم وهكذا. يعني هذوما الأنبياء ما يسمى بآل إبراهيم وآل عمران هما عبارة على سلفيين، والسلفيين اللي موجودين توا في الوقت الحاضر يحبوا يرجعوا بنا للعصور
الغابرة ويرفضون أي تطور وأي حضارة. إذن هنا النقطة اللي حبيت نأكد عليها في الفيديو هذية، إن راه الإنسان اللي ما يتقدمش واللي ما يغتنمش الفرص، فهمت؟ يعني يتأخر بطبعه، لأنه وقت نغزو احنا للكون هذا، وإحنا نحاولوا توا باش نبداو سلسلة تاع فيديوهات باش نحاولوا، قلت لكم، نجاوبوا على عديد الأسئلة ونطرحوا أسئلة أساسية بيني وبينكم. يعني احنا أنا نحكي كأني نحكي مع نفسي، فهمت؟ وأنتم حاولوا باش تخموا، فهمت؟ معناتها نحاولوا، معناتها كل مرة نطرحوا موضوع من المواضيع اللي تطرح يعني كل إنسان في عقله، ما يسمى بالتفكير بالصوت العالي، عبارة على تفكير بصوت عالي باش نحاولوا نفهموا ونحطوا كل الاحتمالات الممكنة والإنسان يختار. أنا مانيش معناتها نجيب لكم، أنا لاني مسيحي، لاني يهودي، لاني شيوعي، لاني رأسمالي، لاني حد شيء. أنا إنسان حر مسؤول على نفسي، مفكر، نفهم الحاجات على حسب معرفتي، نتطور، وأي معناتها نتناقش، وكل مرة نحاول باش نطور نفسي. الإنسان توا في الوقت الحاضر وفي المستقبل، الإنسان العاقل هو الإنسان اللي ما يتبعش، اللي ماهوش خروف، ماهوش غنم يتبع، فهمت؟ وإنما كل فكرة لازم يبحثها ويدرسها باش تكون عندها معنى، باش يكون للفكره هذيك، للفكره هذيك عندها معنى. يعني اي حاجه، انا مثلا نضرب لكم مثال بسيط، انا باش عندي مثلا واحد جاب لي كاس فانتا، فهمت، ولا اي كاس اخر من مشروب ولا ماكله، انا هو اللي نقرر هل نذوقها ولا ما نذوقهاش. ووقت نذوقها انا نقرر هل نسمح روحي باش نشربها ولا ما نشربهاش، وكيفاش باش نشربها. يعني هنا المقاييس الكل انا الذي اعتمدها، مش لا يجيب لي واحد كاس شراب وقوله لا محمد عنده 1400 سنه قال حرام انا ما نشربوش. تذوق، شوف، اعرفه، اعرف حدودك فيه هكاك، على خاطر هو قال عنده 1400 سنه حرام، كهوتي حرام. هذه مساله من المسائل في كل المجالات، سوى الاكل، سوى الشرب، سوى اللبس، سوى التفكير. لازمنا نحاولوا باش تقول كل فكره من افكارنا معناتها نابعه من داخلنا، احنا مانيش كيف كيف، انا مش انت، انت ماكش انا، انا مانيش الاخر، الاخر ماهوش الاخر. اذا كل انسان عنده وجهه نظر، لازم يكون قائم بذاته. انت موجود في الدنيا هذه، انا مثلا على مساله تونر عادوا نطرحوها، راه احنا مازلنا، انا باش نحاول نقد زوز فيديوهات في الجمعه، ديما نقول لكم باش نحاول نقد زوز فيديوهات، اما خاطر كيما يعرفوا الجماعه اللي يعرفوني عندي شويه مشاكل نكملها من بعد، باش نتلاقى، نحب نحاول باش نناقش بيني وبينكم، فهمت؟ يعني كاني معناتها في الداخل متاعي نبدا نحكي كيفاش وصلت لبعض الافكار متاعي، والافكار متاعي مش يعني صحيحه 100%، لا، انا وصلت للقناعات اللي حقت لي توازن. هنا نحكي لكم القصه هذه قبل ما نخدم هذه الفيديو. كما تعرفوا يعني انا عشت بياسر تجارب في الحياه هذه، معناتها مانيش صغير، يعني مانيش عمري 20 سنه ولا 30 سنه، تقريبا نص قرن، فهمت؟ ومريت بعدة تجارب في حياتي هذه، حاولت نعمل كل شيء ونفهم كل شيء، وحاولت معناتها نجرب كل شيء، فهمت؟ عاد في فترة من الفترات حبيت نتبع الصوفية في المغرب، في مدينة جاية جنوب أكادير، نواحي تاروندال، قالوا لي فما غديك إنسان صوفي، فهمت؟ أنا ساكن في أكادير، نمشي له، حبيت نتعلم منه بعض الحاجات. وقت مشيت بحذاه هذا الشخص قال لي أنا ما نجمش نوريك الطريق، معناتها مانيش انا باش انا، معناتها قلت له وريني الطريق، شنو هو طريق الحق؟ قال لي انا ما نجمش نوريك الطريق، لان كل انسان يملك مفتاح وطريق خاص به. عمل له كاية بالحق، يعني خرج من واحد نتاعو، يعني رمزيا خرج لي كيف المفتاح،
قال لي شفت المفتاح هذا؟ هذا مفتاح بابي اللي يحل لي الطريق نتاعي، انا ما نجمش نعطيه لك على خاطر هذا نتاعي انا، يحل لي كان بابي انا، اما نجم نساعدك باش تلقى مفتاحي، باش تلقى طريقك. فما حديث كما قلت لكم، راني انا رغم اللي معناتها ننقد الاسلام وننقد محمد، لكن فما اقوال موجوده في الاسلام انا احترمها، ويمكن تكون مش من الاسلام، ويمكن دخلت من الاسلام، يمكن ما قالهاش محمد اصلا، خاطر تعرف معناتها الاسلام وقتها جاء يعني استولى على حضارات اخرى واخذ افكار اخرى ونسبها لي. يعني هو الاسلام بحد ذاته ما مش هو المشكله، يعني المشكله هم المسلمين بحد ذاتهم، طريقه تفكيرهم بحد ذاتها، هذا الفكر اللي العباد الكل قاعده تكمبصلهم، واللي هما على حق والباقي الكل على باطل، وما يحبوش يندمجوا في البشريه ويطوروا البشريه ويشاركوا في البشريه، هذه هي المشكله. هو الاسلام شنو؟ ولا القران ولا الحديث؟ مجرد فكر جامد ليس له اي اساس، معناتها ليس له اي قيمه لولا هناك من يطبقون ويسيرون عليه. هذه هي المشكله الكبيره، المشكله هو ليس الفكر وانما من يحمل هذا الفكر. هذا الحديث شو يقول؟ فهمت؟ فهم ياسر احاديث انا يعجبوني، ونجم ناخذ من تراثنا، راهو تراثنا، مانيش مجبورين باش نمشيو ديما نبحثوا على المفكرين الغربيين، الغربيين وجدوا طريقهم، احنا لازمنا نلقاو طريقنا، احنا كشعوب لازمنا نلقاو طريقنا، واحنا كافراد لازمنا نلقاو طريقنا ونلقاو الحاجه اللي تناسبنا، ما فماش حاجه خايبه وحاجه باهيه، ما فماش حاجه حرام وحاجه حلال، وانما فما حاجه احسن من حاجه. الحاجة اللي أخيب من حاجة أخرى هي اللي أنا نسميها خايبة، واللي يسميها واحد آخر حرام، واللي يسميها واحد آخر كذا، فهمت؟ وكل حاجة كل واحد كيفاش، كل واحد كيفاش. إذن احنا كأفراد لازمنا نحاولوا باش نكونوا مقتنعين باللي نعملوا فيه مهما كان، ما نكونوش نتبعوا، لا نكون تبع. وهذه هي الفكرة اللي ننطلقوا منها، الأساسية اللي لازم الإنسان يقولها ويقنع بها نفسه، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه. هذه هي الفكرة الأساسية. وأحنا العالم المتعرب أو بين قوسين العالم الإسلامي عندنا فرصة في الوقت الحاضر وفي السنين القادمة، البشرية ماشية نحو الاستقلالية الفردية، والدول ماشية نحو الأنظمة العبارة على معناتها المؤسساتية، ما عادش هذه أحزاب وكل شيء، كلها باش يطيح. وإحنا العالم العربي الإسلامي لازمنا نكونوا سباقين، سباقين في هذه المسألة لكي نلحق بالحضارة. كان باش نضيعوها كما ضيعناها، عندنا 100 سنة وعندنا 200 سنة وعندنا 400 سنة وعندنا 1000 سنة وعندنا 1400 سنة، ونمشيو نفكروا كما فكر سي محمد وسي عيسى وسي موسى وسي ابراهيم، والعوده ما يسمى بالسلف الصالح، رانا باش نزيدوا نقعدوا 300 ولا 400 ولا 500 ولا حتى 1000 سنه واحنا متخلفين. اذا نقول لكم يا توانسه يا جزيريه يا مغاربه يا مصريين، يا عالم مستعرب، افهموا حاجه مهمه جدا، راهو كل إنسان، كل إنسان لازم يلقى طريقه اللي يناسبه واللي يحقق فيه التوازن النفسي متاعه. ونظن هذه الفكرة واضحة، ونحاول نهار الأربعاء نعمل فيديوهات أخرى، فهمت؟ باش نسألوا سؤال ولا زوز، كل مرة نسألوا سؤال ولا زوز، والسؤالات اللي باش نسألهم باش نقولهم توا، باش نربط روحي بهم، باش ما نقعدش كل مرة معناتها نزيد نطول أكثر. السؤال الأول اللي معناتها سألوه لي 20,000 واحد، سألوني قالوا لي من خلق الكون؟ هذا السؤال الأول، نحاولوا باش نطرحوه، نشوفوا إيش كل واحد شنو أعطى الإجابة، وننظروا له من جميع الحاجات، ونقول لكم وجهة نظري أنا، فهمت؟ وأنتوما تراجعوا وجهة نظركم، بلكش أنتوما عندكم وجهة، أي واحد يمكن بسيط، إنسان بسيط عنده فكرة خير من فكرتي، ولا خير من فكرة محمد، ولا خير من فكرة العالم الفلاني ولا العالم الفلاني.
هي يا اخي حاجات ماهيش جامده. الفكر يتطور كما يتطور الماده وكما يتطور الانسان كما يتطور الكون. اليوم انا مانيش غدوه وغدوه مانيش البارح. هذاك هذه حاجات لاحظوها، كل شيء نحو التطور ونحو الرقي. فلا يجب ان نجمد انفسنا على افكار ورثوها لنا ولا قالوها لنا ونعتبروها كما نقولوا احنا صدق الله العظيم. ما فهمناش صدق الله العظيم. كل حاجه قابله للنقاش، كل حاجه قابله للبحث، كل حاجه قابله للدراسه. اذا الموضوع نتاعنا نهار الاربعاء باش تكون في فيديو قصيره باش نحاولوا نبحثوا هذه المساله، من خلق الكون؟ وهل للكون خالق؟ وهل فكرة القول إن للكون خالق هل حلت المشكلة ولا ما حلتهاش؟ نظن المسألة واضحة، ونقول لكم مع فيديو قادم وبسلامة.